اهلا وسهلا خوتي قواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف صحه. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو ديال اليوم، دخلت عليكم بعد الطاوه ديال الحوت مع خضيره في الفران. قلت اول حاجه نشاركها معكم هي هاد الغديوه هادي. هو الصراحه راه المغربيات مبدعات في الطير، ماشي غير المغربيات، ولكن هي الطريقه كتختلف. اول حاجه بديت هنايا، درت قزبر ومعدنوس، حكيت عليها الثومه، عرفتوا الحوت كيبغي الثومه، درت 4 دروسات ثومه كبارين. صافي، هنا غادي ندير العطريه. درت معلقه ديال البزار صغيره، درت معلقه سكينجبير، معلقه كبيره ديال الخرقوم. هذا الكمون، كيبغي الكمون الحوت. درت تحميره والملحه وصافي. هنايا ملحت، كتعرفوا الخضيره كتبغي الملحه وداكشي. درت الزيت الروميه والزيت البلديه بجوج. هنايا كنزيد انا واحد المعلقه ديال الخل، كنزيد معلقه من داك الحامض ديال الخل. عرفتوا الحوت كيبغي الحامض، البنات كني كيجي عاتي داك الحامض فيه كيجي كتر زوين، كيعطي البنه ديالو. هنا عصرت واحد الحامضه، ما تيواش على داك الزريعه راه غادي نحيدها. المهم، واحد السر انا كنديرو في الحوت هو انني ملي كنسالي داك الحامض كندير داك القشره ديالها كنديرها في الحوت باش كيعطينا البنه. كل ما كثرتي الحامض وداك الشيء هو راه ما تيعطيش الحموضه. وعندي واحد السر اخر هو انني كندير واحد راس معلقه ديال مطيشه الحك حتى هي. صافي، هنا درت واحد 4 كاس ديال الماء وخلطت، عرفتي واحد الريحه خطيره من ديال الشرموله وكتجي زوينه. المهم، انا عندي هنايا واحد الحوت داك الباجون، حوته صغيره خديتها تقريبا فيها واحد نص كيلو، عرفتوني انا غير انا والبنات. وصافي، هنايا حليتها بالموس من الظهر ديالها وداكشي من الداخل. صافي، هنايا تبلتها مزيان بديك الشرموله ديال اللي صايبت. هنا عندي خيزو سلقته هو بطاطا مع واحد الدرس ديال الثوم وشويه المليحه. عرفتوا الحوت دغيا كيطيب والخضره كتشد الوقت، يعني بطاطا وخيزو بالاخص الا كانت مقطعه غليظه. صافي، هنا في الطاوه حطيت ديك الحوته، بديت كنستف بطاطا وكان غادي نستف نزيد عليها خيزو حتى هو. نتوما انا هي درت هاد الديكور هذا، نتوما كتختاروا نتوما فين زعما الديكور اللي بغيتو، يعني نتوما كتبدعوا بداك الشيء اللي في راسكم. انا هنايا راه كنزرب حيت عندنا واحد الخريجه غنشوفوا فين. المهم، تبلت هذيك الخضيره ديالي بديك الشرموله اللي درت. هنا البنات درت واحد الكاس صغير ديال الرز كنت سلقته. صافي، بقات لي ديك شويه ديال الشرموله، درتها في ديك الرز، عمرت بها شويه ديال الحوت، شديت واحد جوج مطيشات قسمتهم في النص وخويت لهم داك القلب ديالهم وعمرتهم بالرز حتى هما كيعطي واحد المنظر زويون. والرز تاهو عرفتو كيتوا مع سمحوا لي كيجي مع الحوت. صافي، هذيك الشرموله وداكشي درت ديك الحامض، ديك الشرموله زدت فيها شويه ديال الماء شويه. صافي، مرقت، زدت هنايا ورق سيدنا موسى. هنايا عندي هذاك اكليل الجبل اللي هو اليازير، شديته حكيته من الفوق. المهم، حنا غاديين دابا في الخريجه. صافي، رشو الطبق دجاج زوين. المهم، غنخرجكم معايا واحد الخريجه زوين. Fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above. وصلنا لايكيا البنات، بغيت نصور معكم الديكور حتى اللي ما شراتش انك تاخدي افكار، يعني في الحطه ديال الطبله كيفاش حطي، كيفاش النيدلات، كيفاش طبيصلات، كيفاش تولي الالوان مع بعضياتهم، يعني انك تاخدي افكار. ومني كتاخدي افكار عقل ديالك كيعمر، نهار كتنوي انك تفرشي كيكون عندك واحد الافكار كتبدعي في البيت ديالك في التغيير ديالو. المهم، ما نطولش عليكم الهضره، غنخليكم مع هذه الجوله هذه اللي في كيتيا ديال غابة سانتر.
Så det är inget problem att gå till lag. Ja.